السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم وإخواني وأهلا وسهلا بكم. مثل ما عودناكم أنه في كل فيديو راح نأخذون دروس، إن شاء الله مستمرين في هذه الدروس بعد فترة، لأنه كنا مشغولين دائما بالدورات الموسيقية اللي هي أونلاين مباشرة وياي. اللي يحب يشترك من عراقنا الحبيب أو من دول عربية ممكن أنه يراسلني على الواتساب اللي هو رقم الهاتف أسفل الفيديو. أشرب بكم وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى ورحب بكم أجمل ترحيب. الدورات الموسيقية هي بالشهر 8 محاضرات. اليوم احنا شنو درسنا؟ اللي تحدثنا في دروس أخرى، اليوم درسنا هو تمرين من مقام البيات بعد ما أخذنا السلم وكيفية التقسيم. اللحظة معكم هذا التمرين، هذا التمرين الآن راح نقرأ وراح يكون عندنا، وممكن أنت تسجله إذا أنت حرفي ما تقدر تقرأ نوطة، راح يصير عندنا لا سي لا صول لا سي دو ري دو سي لا صول لا صول فا صول لا سي دو سي لا صول فا مي ري ري صول صول فا صول ري صول فا صول لا قائس دو فا فا مي فا دو فا مي فا صول مي ري مي فا صول فا مي التمرين راح يقويكم طبعا بالعزف، عزف تمرين لمقام النهاوند، وكذلك راح يخلي عندكم اذن قوية في عملية يعني كيف يكون عندك معرفة تفريق، عملية التفريق او الفرق بين مقام واخر، وهذه القضية يعانون منها كثير من الطلاب والمبتدئين انه ما يفرق بين مقام واخر، وهي طبعا هي تكون جدا مهمة له. لذلك راح يصير عندك لا سي لا صول لا سي دو ري دو سي لا، يعني انت لو تلاحظ السلم والبيات ري مي فا صول لا 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 ما اللي ولتي له بيات لا 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 لا، رأسا يجي في بالك هذا التمرين وراح تعرف انه يعني انت بتريد تعرف مقام. دائما احفظ التمارين مع المقامات اللي راح اعطيكم اياها، سوي لا 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 لسيد مكاوي، طبعا احدى هذه الاغاني. وكثير من الاغاني اللي لازم تاخذ هذا التمرين تسوي دندم مع نفسك حتى تتعرف. حقيقه احنا بالدورات الموسيقيه الاونلاين انا اعطي اكثر تفاصيل، لذلك لانه احنا محكومين في الفيديو انه يمكن اذا اريد اعطي تفاصيل يمكن ما يخلص بعد ساعه او ساعتين، وهذا صعب على اليوتيوب انه تحمل ساعة ساعة ونص، يكون ممل للطالب. شرف لي كبير، وانتظر من عندكم الاشتراك والمساهمة، وأيضا اللي يحب يشترك في دورات أونلاين تعلم آلة العود وأما الصوت والغناء أنا حاضر. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.